ناسي اشتريته طالما ما بدك اياه. عم بقول لك كنت ناوي افتح فروج بروستد، بس بعدين رجعت حسبتها، قلت شو بدي بوجعة الراس هاد؟ دكانتي مكفيتني وزيادة، قلت ببيعه. يعني ما في توك؟ عم بقول لك جيبي واحد يفهمتي، ولا تقولي ايه قبل ما تتأكدي 100% انه ما في عطل. افترضنا قلنا ايه، قديش بدك تعطينا اياه؟ مثل ما اشتريته، فرنك زيادة لا تسامحيني. قديش اشتريته؟ ب75,000. ابو شهاب، من امتى كان فرني البروستيد ب 75,000؟ بزمتك قديش ربحان علينا؟ ولا فرنك، اصلا انا بايعه برسماله، اخذ لي نص الدكه. ومع هيك بدك تراعينا. طيب قديش بتدفعي؟ 40، اكثر من 40 ما بيستاهل. شو جنتي انت؟ 40؟ من رعيتي ب 1000، 2000، 2500 يا ستي، بس مو بنص حقه. كلمتين ورد غطاهم، تنتين بلاهم، هات من الاخر ونقطه انتهى. طيب بلا 5,000، 70 بعت. مالك أكرم مني وأنا بطلع 5,000 ب45، شو إلي؟ ما بمشي الحال، اطلعي أكتر من هيك. نزيل أكتر بطلع أكتر. 65. 50. ايه قولي ما بدك تشتري وخلصينا، شو 50؟ ايه قول ما بدك تبيع وخلصنا، شو ب65؟ ايه شو ذهب هو؟ 62. ب60 بعت. اخ مشكلتي اني ما بقدر اقول لك لا، بعت. تمهلني جمعه، مو هي اللي بعدها. اتفقنا، بس اذا السبت اجاني شره انا بياع، اكثر من السبت ما فيني استناها. شو رايك بالموضوع؟ انو موضوع؟ موضوع البروستيت. ايوه، وشو اتفقتوا بعدين؟ شو اتفقتوا بعدين؟ كنت قاعد معنا ولا ما كنت قاعد معنا؟ كنت قاعد بس ما كنت عم بسمع. لكن شو كنت قاعد عم تعمل؟ كنت قاعد عم فكر، ما بدك تجيبي هال60,000 ليرة؟ قال يعني انت عندك مخ وبتفكر، هيك بدك تقنعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الو ابو وهيب؟ حذرت عفرة البرعط ما غيرها اللي عم تحكي. بالبال على طول. لحظة أبو هي. بس ما بدنا نحن نعطلك. إلك ولا للدين؟ يا سيدي ملا أنت. بدنا نفتح مشروع. مشروع هيك صغير، بس ناقصنا شي 60,000. لا ولون، كلنا أضرب من بعضنا. بقى خلينا نشوفك. بعرفه كحتي، كسر إيده وشحد عليها. منو هذا أبو هي؟ زبون كان مستأجر عندي بزمان وعملته بني آدم، بطل هلأ يتعرف علي. طلعتيني من بيرا. هلو أبو عناد. ما يأمر عليك ظالم، إلك ولا للدين؟ لحظة أبو عناد. لا ما في شي، بدنا نبلش نحن بمشروع صغير ناقصنا شي 60,000. شو قلت لحالي يا بنت؟ مالك غير أبو عناد؟ لا شو بعد سنين؟ قبل نهار الجمعة بدي اياهم. يا سيدي مو مشكلة، بتصير بأحسن العائلة. نبقى خلينا نشوفك. منو هذا أبو عناد؟ زبون كان مستأجر عندي بزمانه، عملته بني آدم، بطل يتعرف علي. صاروا لبيرتا.